مشروع الهيدروجين الأخضر عبر الخط الجنوبي الذي سينطلق من الصحراء الجزائرية وصولا إلى القارة الأوروبية، سيكون له الأثر البالغ في إدراج العلاقات التي تربط الجزائر بالنمسا وبقية الدول الأوروبية المعنية ضمن بعد استراتيجي بأتم معنى الكلمة. وأنا شخصيا واثق من أنكم على دراية تامة بهذه التطورات، التي أعتقد تمام الاعتقاد أنه سيكون لها من قبلها وما بعدها، وبأنها ستكرس عودة الجزائر إلى محفل الأمم من أوسع أبوابه.